السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم غادي نديرو لا سويت ديال لا فيديو الاولى اللي كنا درنا ديال لو شوا لا ديسيزيون كونسيرنون لو سيليكسيونور ماروكان وحيد خيلوزيج. و عرفنا بان وصلنا لواحد الوقت اللي خصنا نديرو اون ديسيزيون، خصنا تكون عندنا الشجاعة باش تاخد واحد القرار. عاد من بعد خصنا نديرو واحد الاختيار، وغادي نديرو خص الاختيار يكون صعيب. ما عطلت عليكم شويه لا فيديو باش نجمع لو ماكسيموم ديال لي زانفورماسيون اللي عندنا. اخر خرجه ديال السي فوزي القجاع الرئيس ديال الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم كانت اكزاكتومون في 10 رمضان ملي عطانا موعد في لا ديغنييغ سومين ديال رمضان بانه غادي يتلاقى مع وحيد اللي إلي أون كونجي ما بين فرنسا والبوسنه وكرواتيا باش يجلسوا ويهضروا ويتخذوا القرار. لي زيليمون بو بروندغ لا ديسيزيون، الرئيس ديال الجامعة سي فوزي القجاع كان صارم في واحد النقطة، قال بأن المنتخب الوطني هو الملك ديال المغرب وديال الشعب المغربي، وتا واحد ما يقدر يمنع أي لاعب اللي عنده الجاهزية وكما تنقولوا عنده فرج جديد اللي يستحق يلعب في المنتخب الوطني، تا واحد ما يقدر يمنعه. وبأن دوغينافون المعيار الوحيد اللي نقدروا نقرروا فيه واش هذا اللاعب يقدر يلعب في منتخب ولا هو الجاهزيه ديالو، وهو واش هذا السيد عنده في رجليه كما تنقولوا ويقدر يلعب في منتخب. بغض النظر على كما قلنا لي ميزور ديسيبلينير اكسيتيرا، وبان لي ميزور ديسيبلينير ما تيبقاوش افي كما هضرنا في الفيديو الاولى، سي با ان ليسونسيمون ماشي طرد. يقدر واحد اللاعب يتصرف واحد التصرف ولا ما يكونش منضبط، تو بو نو با لو كونفوكي بوغ ان ماتش ولا بور واحد التربص اعدادي اون فوا ولا دو فوا، ولكن تو بو با تحكم عليه افي باش ما يبقاش يلعب في المنتخب. غادي نرجعوا لواحد النقطة اللي هي مهمة اللي تطردنا لا فيديو الأولى ديال الماناجمنت ديال لا جيراش افيكاس. ملي وقع المشكل مع وحيد كثرات الهضرة وبدينا تنجبدوا لو باسي ديالو، جبدنا لو باسي ديالو مع لو جابون اللي أهلهم لكأس العالم وما مشاش معاهم، وقعوا لي مع مشاكل، ولا كوت ديفوار تا هو وقع عليهم مع مشاكل، وكاع المشاكل اللي قصوا حياة الراس ديالو داك التعنت ديالو. هو راه خرج بواحد التصريح اللي قال لهم انا من جابالينكا، جابالينكا واحد منطقة في البوسنة اللي معروفة بالجرانيت، وتيقول لك انا جو سوي في دو جرانيت، يعني ما تنرجعش في القرارات ديالي. يعني الى تسنيتي واحد يعاود يعيط لك على حاكم زياش ومزرا وداك الشيء راه فو با كونتي سور لي. هنا ترجعوا لو ريكروتمون اللي هو لا فونكسيون لا بلوز امبورطونت ديال لي ريسورس هيومان، لان الجامعه هي سون انستيتيسيون بحال اونتربريز جير دو ريسورس هيومان. ملي عرفتوا عليه هادشي كامل علاش فو لافي ريكروتي النهار الاول؟ النهار الاول حنا ما عرفناش كيفاش تريكروت هاد السيد ساشون بان عندهم عليه هاد لي دوني. خصنا هاد النقطة هادي نرجعو لها. ملي غادي نرجعو دابا خصنا نتاخدو قرار، واش هاد واحد هو اللي خصو يدي لا سيليكسيون لكأس العالم ديال قطر، ولا خصو يمشي فحالو ويجيبو مدرب اخر. لي شوز كومون ايزون ايفولوي بوندون هاد دو موا ساكري ديال رمضان تيوحيو بان 90% راه واحد خيلوزيج خصو يمشي فحال، وتا هو عاون في هذيك الطريق.
انا تنعرف ان سيليكسيونور كي سو ريسبكت وعنده واحد البطوله, عنده واحد البطوله في هذيك البلاد, وهذيك البطوله معترف بها احسن بطوله في افريك. والدليل على ذلك لي دو ديرنيير شان المغرب اللي سيديهم مع السلامي ومع مع موزا في المغرب وفي الكاميرون, وهما معترفش بهذيك البطوله. المغاربه الراجا والوداد ومركان لعبوا الكارت فينال ديال كؤوس افريقيا. فينا هو هذا الناخب الوطني اللي خصو يكون حاضر في هذوك الملاعب باش يشوف اللعابه. كانوا لعابه تما مهمين, خصو يشوف هذوك اللعابه, خصو يكون حاضر. ان سيليكسيونور كي سو ريسبكت. انا ما تنهضرش على المسائل اللي تيديروا البوز ولا المسائل اللي تيديروا هذا. هذا بعدا سي اون فوت غراف دو سابار. هاد لو سيليكسيونور تثبت بانه سب الجمهور المغربي بعد الماتش ديال الكونغو. كاينين دي فيديو اللي تيقولوا بان هاد السيد سب الجمهور. هنا تتوصل لمسائل اخلاقيه ليتيك ديال 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 هاد اللعبه. ملي هاد السيد تيولي سب الجمهور راه ما بقى فيها لا واش هو كابابل ولا واش غيدير لينا, راه خصو يمشي فحالو. كنا درنا ليفاليواسيون دو لا بيرفورمانس ديالو جوسكو ديرني ماتش ديال التأهيل مع الكونغو. هنا إلا بغينا نعرفو واش راه جو المرحلة, تنديرو ليفاليواسيون دو بوتونسييل. واش هاد السيد إلي كابابل باش يدي لا سيليكسيون لقطر ويدير واحد واحد مشاركة مشرفة للمغرب في كأس العالم. لأننا حنا ملي تنعرفو عندنا دي زادفيرسير بحال بلجيك ولا كرواسي, راه با إسبيغي كرون شوز. يعني إلا تأهلتي الدوزيام دور سا سخي أن إكسبلوا على الشين مونديال, ساشون بأن لا كرواسي كانت هي الوصيفة ديال بطل العالم في 2018 في روسيا, وبان بلجيكا خدات لا تخوازيام بلاس, ساشون كو بلجيكا اوسي هي الاولى في التصنيف العالمي ديال ديال لا فيفا. اذا بلا ما نطول عليكم الهضره كثرات على هذا الموضوع. القرار عند الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. واش فوزي القجع هو اللي تيقرر بوحدو ولا تيقرر مع تديرو ديسيزيون بارتيسيباتيف مع المكتب المديري ديال الجامعه؟ الناس اصحاب القرار شكون غادي ياخذوا هاد لا ديسيزيون؟ وخاصها تكون واحد لونتيسيباسيون سوغ لو شوا دو سوكسيسور. راه ما بقاش الوقت بزاف, ساشون كو لو 30 ماي دابا بقى شهر عندنا اون دات فيفا, عندنا فيها دو ماتش ديال ليزيليمينيتوار ديال كأس افريقيا, وعندنا غادي نلعبو مع ليزيتازوني لو 1 جوان في الولايات المتحدة الأمريكية. إذا راه ما بقاش الوقت بزاف, حتى هاد لو سوكسيسور خاصهم تنقول أونتر كيما ياخذوا الوقت, ولكن ياخذوا أن بون سوكسيسور اللي يكون الرجل ديال المرحلة. إلا كانوا غادي ياخذوا ناخب وطني بحال وليد الركراكي بحال عم موسى, راه خصهم يعطوه مشروع وما خصهمش يحاسبوه في كأس العالم. يعني هاد السيد خص الجامعة تعطيه مشروع وخاص الاستمرارية. راه المشكل اللي عندنا حنا في المغرب ما كاينش الاستمرارية, تنبدلوا المدربين بزاف. المدربين اللي عطاو نتائج بحال ديشون في 2014 دار كارت فينال, 2016 دار فينال ديال لاكوب دوروب, 2018 دار لاكوب دو موند. يعني راه واحد المدرب راه خصو تعطيه واحد ربع سنين لوف في الالمان, راه جلس 14 عام وجاب واحد التيتر ديال كاس العالم. حنا ديك كثر تبدل, لان ملي تيبدا يبني الانسان واحد استراتيجيه الون تيرم راه خصو تعطيه الوقت. ولكن هذاك المدرب اللي غادي تعطيه الوقت راه خصو يكون كفء
سو كون تري كومبيتون ونعطيو الوقت ونعطيو الامكانيات باش يخدم. انا الراي الشخصي العراء تتفاوت، اصدقاء تكلمنا بزاف هادشي، كاين اللي بغا واحد يبقى، كاين اللي بغا واحد يمشي، كله عنده الراي الشخصي ديالو. انا تنقول فين وصلت الامور خاصو يمشي، ولكن هذا القرار تنقول لا ديسيزيون دو ديال الاقاله ديال الكونطرا، حنا ما عرفناش اش فيه. إذا كانت تبقى على قالة فيها شهر جزائي ولا خصهم يخلصوا لي شي حاجة، هذاك الشيء مسائل ديال الجامعة. ولو شوا اللي خصو يدار، يعني الاختيار اللي خصو يدار، خصو يدار أن بون سوكسيسور اللي يكون الرجل ديال المرحلة. ما تنساوناش في الكومنتير ديالكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودعه، ولا حلقة قادمة بحول الله إن شاء الله، ورمضان كريم. Thank you.